المبادرة اللي داروا الإخوان، ولكن ملي غادي يجي واحد الفوج طر وأكيد أنه ستكون تكون فيه يعني نوايا فيها الناس والأخلاق اللي بحالكم، غادي يجي ويضيفوا كل شيء وكل فوج غادي يجي يضيف كل شيء اللي كان مقبول، وهكذا غادي تأسس واحد التقارير بعدا أولا ديال التواصل وديال الحوار وديال الإفادة المجتمعية. وبالتالي ماستر يعني نجح في ماستر خص يكون المستوى الثاني اللي هو كذلك مستمر هو البحث العلمي. البحث العلمي كنت طلبت من الاخوان ولكن ما كانش واحد الصيغه عمليه، انه كل واحد يوجد لنا غير واحد القائمه ديال المراجع اللي ترفع عليها، لانه عرفوا بان كاين شح حتى بالنسبه للاخوان اللي غادي يجيو يدوزوا مباراه مثلا في هذا الماستر ديال الكليه ديالنا، وشفتهم حتى بالنسبه للاخوان اللي كيبحثوا في الاجازات كيلقاو صعوبه، هذا طبيعي ما كاينش خزانات ديال الكتب، كان واحد الفقر شديد ديال المراجع اللي عندنا في الابادير. على عكس مثلا بحال الرباط ولا بحال المدن الاخرى اللي كتلقى فيها مكتبات ميزانيه ومشيفات الى اخره. وبالتالي كنطلب من الاخوان في المستوى الثاني ديال التعاون مع المستوى البحث العلمي انه يوفر لنا واحد لاباز دوني واحد قاعده معلومات ديال